وإلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. الأهلي يهزم الاتحاد 3-0 بأقل مجهود وبجناح مكسور. الأخبار، الأهلي يغرد منفردا على قمة الدوري. الجمهورية، الأهلي تألق وأجاد يخوفي على الاتحاد. المساء، الأهلي في أي محطة مش سايب ولا نقط. الوفد، حمدي جاهز للمقاولون ومروان يقترب من العودة. المصري اليوم، عاشور يعود أمام المقاولون. الشروق، البدري يطبق سياسة الدور بين إكرامي والشناوي. الوطن، قطار الأهلي يدهس الاتحاد. إلى هنا تنتهي نشرتنا الرياضية من قناة النادي الأهلي، دمتم في أمان الله.